انا بقول لحضراتكم هنا في قناه الاهلي عندنا سيستم بنمشي بيه وعندنا نظام ماشيين بيه، واحنا بنتبع السبل ونتبع التعليمات اللي موجوده في النادي كله واللي احنا اتربينا عليها. لازم يتم الاعلان ومن خلال الموقع الرسمي قناه النادي الاهلي نبدا ان احنا نتكلم على اي شيء. ممكن يكون في كلام كتير هنا وهناك وكلام رايح وكلام جاي، لكن في الاول وفي الاخر كله كلام. لما الكلام يبقى رسمي زي ما قلنا لحضراتكم، انا طلعت واتكلمت على قفشه ان هو قفشه لحد دلوقتي ما فيش حاجه رسميه بينه وبين النادي الاهلي. بعد كده كلنا عرفنا من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال الموقع الرسمي، الموقع الرسمي كتب إن قفشة موجود في النادي الأهلي. قناة الأهلي جبنا اللاعب واستضفناه ومع كابتن إسلام الشاطر، واللاعب بقى موجود قدام حضراتكم. علشان كده بقول لحضراتكم إن كل الأمور المثارة على السوشيال ميديا لحد دلوقتي ليس لها يعني أساسا من الصحة، وإحنا مركزين فقط في المعسكر اللي موجود حاليا في دبي. النادي الاهلي سافر من يوم الخميس الماضي بيستعد بنص باللعيبه الدوليه اللي هيرجعوا، وهقول لحضراتكم فاقه الاخبار هيرجعوا امتى وهيكمل بباقي اللعيبه المحليين علشان يبدا مستر فايلر يستفيد من اللعيبه ويقدر يحط ايده على النواقص. اكيد اي مدير فني بيكون عنده حاجتين بيفكر فيهم، مين اللعيبه اللي هيتعاقد معاها او ايه المراكز اللي هيتعاقد معاها، ومين اللعيبه اللي هيستغنى عنها، علشان احنا هنا محكومين بقايمه، محكومين بعدد من اللعيبه. هتقولوا لي يعني ايه محكومين بلعيبه؟ طب ما كل العالم محكومين بقايمه او محكومين بلعيبه. اقول لحضراتكم لا، بره في حاجه اسمها دوري محترفين، دوري المحترفين ما بيكونش ليه عدد من اللعيبه محدد، بس بيندرج تحت بعض من البنود. هنا عندنا على فكره يا جماعه الصوره دي والفيديو ده مهم جدا، ده الكابتن سمير عدلي واللي قاعد جنبيه كابتن نيكلاس او يعني نيكلاس انيلكا، اللاعب الفرنسي الكبير جدا جدا، لاعب منتخب فرنسا يعني تألق مع منتخب فرنسا واكيد بيعازر النادي الاهلي، واكيد طبعا لقطه معبره جدا ولقطه محترمه جدا بتدل على مدى يعني اهميه النادي الاهلي في مصر وفي افريقيا وفي الخليج العربي. ان نجم بحجم نيكولاس انيلكا النجم الفرنسي النجم المحبوب اكيد في الامارات ان هو يكون موجود وبنفسه يروح يؤازر النادي الاهلي ويتفرج على تدريبات الفريق الاول بحضور كل لاعبيه اللعيبه الدوليه واللعيبه المحليه، بدون شك دي لقطه بتدل على مدى اهميه النادي الاهلي واسمه العريق اللي موجود في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي بل في العالم كله. فدي كانت لقطه مهمه جدا جدا. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده مقر تدريبات النادي الاهلي في الامارات في نادي شباب اهلي دبي، اللي طبعا اكيد هنشكره ويعني وقفه مع النادي الاهلي وتوفيرهم لكل الامكانيات. طبعا امير توفيق بيسلم على نيكولاس انيلكا وكابتن سمير عدلي المتولي كل العلاقات العامه الخاصه بنادي الاهلي مع امير توفيق من تنسيق في معسكره في البروجرام او البرنامج الخاص بالنادي الاهلي من لقاءات وديه. لكن طبعا ده لقطة كانت مهمة جدا جدا، حبينا ان احنا نشرحها لحضراتكم علشان تكونوا عارفين. ممكن يكون شكله اختلف شوية مع الكاب مع الدقن اللي موجودة مع ممكن يعني بعده عن الأضواء، فحبينا نوضح لحضراتكم ان ده نيكولاس انيلكا نجم منتخب فرنسا ونجم نجوم الكرة العالمية. لكن زي ما بقول لحضراتكم ان المعسكر اكيد فيه امور كثيرة جدا جدا مهمة اكيد هنتكلم عليها، وزي ما حضراتكم عارفين ان ايام قليله وهيغادر لاعبي الفريق الاول المنضمين الى المنتخب المصري الاول مع الكابتن حسام البدري الى المعسكر. المعسكر ان شاء الله فيه لقاءين، لقاء مع منتخب كينيا، وكان في كلام ان منتخب كينيا ممكن ما يجيش بسبب بعض المشاكل التي تواجه منتخب كينيا مع الاتحاد الافريقي، لكن خلاص منتخب كينيا ان شاء الله يكون موجود 100% في لقائه امام المنتخب المصري واللقاء الثاني امام جزر القمر في اول جولتين في تصفيات امم افريقيا المؤهله الى الكاميرون 2021 وهي امم افريقيا القادمه. ولنتمنى ان شاء الله ان منتخب مصر اكيد يعني يسعى انه يعني يعود الى العرش الافريقي من جديد من خلال البطوله الافريقيه والفوز باللقب. عندنا شويه اخبار عايزين نتكلم عليها، لكن منها اخبار مهمه جدا عايزين نقف عندها ونعلق عليها ونحكيها لحضراتكم. مش عايز اقول لحضراتكم نقراها، لكن هنحكيها لحضراتكم علشان منها خبر او بعض التصريحات المهمه لصالح جمعه لاعب النادي الاهلي. لكن خلينا نبدا في الاول والبدايه من الاخبار التدريبات. شفنا جزء من تدريبات النادي الاهلي في دبي، لكن النادي الاهلي كان معظم التدريب اللي كان موجود اخر مره تدريب مكثف بكره القدم. دايما التدريبات الخططيه اللي بيعتمد عليها المدير الفني خلال فتره التوقف وهي تحفيز اللاعبين اللي موجوده عنده
طريقه اللعب. فدايما طريقه اللعب بتكون بتتحفظ عن طريق ان التدريبات الخططيه الكتيره بالكوره هي دي اللي بتحفظ اللعيبه. مستر رينيه فايلر واضح ان هو منظم جدا في الملعب، بيحب